بدأنا المحاضرة الماضية نحكي عن البروبوزل تبع مشروع التخرج، وحكينا انه يعني يفترض انه انت تتجنب النسخ واللصق، تمام، وتتجنب البليجرزم زي ما اتفقنا. وبدأنا نحكي عن اجزاء البروبوزل، بدأنا بالعنوان، حكينا انه العنوان الشرط تبعه لازم يكون انديكيتيف. وبعديها بدينا نحكي في التابل اوف كونتنت، هو عبارة عن لستة من السكشنز والسب سكشنز، وكذلك لستة من الليست من الفيجرز والتابلز والابنديسيز في حال ان وجدت، تمام. وبعديها حكينا عن الابستراكت، حكينا انه ملخص انه هو يكتب في الاخر، لانه انت لازم تكون مخلص كل الدوكيمنت عشان تقدر تلخصه. لازم بالضبط يوضع في الاول، تمام، ولازم يحتوي على هاي العناصر البي والبي والام والار والسي، شرحناها، تمام، وشفنا مثال المره الماضيه انه هاي اجزاء الابستراكت، وانه كل جزئيه كيف ملونه بلون معين، تمام. طيب بدينا نحكي في الانترودكشن. في الانترودكشن حكينا انه بشكل عام انه لازم يكون في عندي جنرال باك جراوند، زي ما ذكرنا انه انت عندك بتحكي في التطبيق تبعك او المشروع تبعك عن الشات بوت. الشات بوت ايش الاريا تبعته؟ الاريا تبعته الذكاء الاصطناعي. شو يعني الذكاء الاصطناعي؟ شو يعني الشات بوت؟ شو انواع الشات بوت؟ تبدا بتحكي زي هيك، انت عامل فيلم، تبدا تعرف شو يعني فيلم، شو يعني فيلم وثائقي، ايش انواعه، ها في منه طويل وفي منه قصير، ايش التاريخ تبعه بهذا الشكل، تمام. بعديها في الجزئيه الثانيه انه انت بدك تحدد سياق العمل تبعك بالنسبه للاعمال ذات العلاقه، وبعديها انه بشكل صريح بدك تحكي ايش الاوبجكتيف من هذا العمل. حكينا شفنا نظرة عامة انه من ناحية التفاصيل، انه انت هاي الابستراكت انت عندك زي هيك، والانترودكشن احنا اتفقنا انه التفصيل تبعها انه تبدأ واسع وبعديها بتصير انه انت بتضيق زي هيك. لاحظ انه انت عندك الميثودولوجي او الميثود والريزلت انت عندك ستريت، خلاص انت بتركز على الموضوع اللي انت بتحكي فيه، ممكن توسع تاني في الديسكشن. هذا الكلام او هذا النموذج لو احنا طبقناه على البروبوزل تبعنا، ايش المطلوب انت عندك في البروبوزل؟ هاي الاجزاء الابستراكت. شباب اللي بتكتك في القلم لو سمحت سيب القلم. انترودكشن، تمام، بروبلم ستيتمنت، بعديها ميثودولوجي وريليتد ورك، تمام. شفنا انه هاي هي الاجزاء وكيف ترتيب كتابتها. حكينا اول جزئيه انت بتركز على البروبلم تكتبها اول حاجه، تمام. بعديها بتنتقل على الريليتد وركس، بتجيب الاعمال ذات العلاقه، وحكينا انه انت عندك المصدر انه انت تجيب الريليتد ورك، انت عندك الاي او جي سبيس، تمام، وفي عندك زي ما ذكرنا انه عندك في المكتبه اللي موجوده في العماده، في عندك مكتبه لمشاريع التخرج، الاي او جي سبيس بتلاقي فيه المشاريع تبعت العام الماضي، تمام. بدك تجيب العام اللي قبله، بدك تروح في العمادة عند الخزانة هذه المكتبة وتدور على مشاريع بتشبه المشروع تبعك، تمام. لقيت مشروع بتشبه المشروع تبعك، بتاخذ الاسطوانة تبعته، بتدي البطاقة تبعتك للسكرتير، تاخذ الاسطوانة، تنسخ المحتوى تبعها الدوكيومنت وبترجع له الاسطوانة، تمام. هذا انسب يعني طريقة، فبالتالي بيكون في عندك نسخة دائمة من الشغل هذا، بتشوف ان هم ايش اللي اشتغلوا بالضبط. هذه شغله، هذا المصدر الثاني، يعني يبقى المصدر الاول زي هيك، والمصدر الثاني زي ما حكينا انه المكتبه اللي عند السكرتير. رقم ثلاثة انت عندك الاب ستور، سواء انت كنت بتعمل تطبيق يعني اي او اس او اندرويد، بتشوف يعني المتجر اللي موجود في المنصه هذه والمنصه هذه، وبتبحث عن تطبيقات
مشابهة للتطبيق تبعك وبتحاول أن أنت توصفها وتشرحها وين في related work. تمام؟ طبعا ممكن أنه هو يكون التطبيق تبعك عبارة عن ويب سايت، عبارة عن ويب أبليكيشن، فبالتالي أنت بتدور على الإنترنت برضو كذلك على تطبيق مشابه. تمام؟ عندك المصدر الرابع زي ما حكينا أنه أنت لو كان المشروع تبعك عبارة عن فيديو أو فيلم قصير أو فيلم وثائقي، أنه أنت ممكن تدور في اليوتيوب وفي الفيمو، هذول المكتبة، أنه أنت بتدور على فيلم مشابه أو فيديو مشابه للفيلم اللي أنت بتحاول أنه أنت تنتجه. تمام؟ بدك تركز على جزئية أنه أنت بدك تحاول أنه المشروع تبعك يكون أنه هو مختلف. حكينا أنه أنت بعد ما تكتب الريليتد وورك بدك ترجع تاني هنا على البروبلم ستيتمنت، لأنه زي ما ذكرنا أنه قراءتك للريليتد وركس أو الأعمال المشابهة أنه قد يعني يغير عندك في الفكرة شوية أو بنقحها أكثر، أو ممكن لمبة معينة تضوي في مخك زي هيك. تمام؟ فبالتالي ممكن تجي لك أفكار تانية، فبتعمل التعديل المطلوب في البروبلم ستيتمنت. تمام؟ في المشكلة اللي أنت بتحاول أنه أنت تعملها، وبتكتب الأجزاء المتعلقة فيها في الموتيفيشن، في الامبورتانس والليميتيشن. بعد ما يعني خلاص ترسى على الفكرة بشكل نهائي وتعمل تنقيح، ساعتها بتكتب الانترودكشن اللي هي رقم 4. تمام؟ بعد الانترودكشن بتكتب 5 اللي هو الميثودولوجي والتايم تيبل والتولز والإكويبمنتس، وآخر حاجة بتكتبها هي الابستراكت. نيجي للانترودكشن. الانترودكشن أنت فعلياً أنه أنت بدك تعرفني على المشروع تبعك. إذا ما أجي أنا أحكي لك أنه زميلك فلان الفلاني، هاي اسمه، بيدرس عندنا في كلية الاي تي في قسم الوسائط المتعددة أو في قسم علوم الحاسوب. تمام؟ وكذلك أنه هو بيشتغل فريلانسر في شركة كذا، بيشتغل كمطور ويب مثلا. تمام؟ فأنت صار في عندك فكرة عن الشخص هذا، فبالتالي أنت بدك تحاول في المقدمة أنه أنت تعتبر المشروع تبعك عبارة عن شخص وبدك تعرفني عليه. طبعا بده يكون في عندك جانب من التشويق. طيب، حقيقة أنت في عندك هنا ثلاث أجزاء، البارت الأول، الثاني، الثالث في الانترودكشن. بتلاحظ أنه البارت الأول واسع، البارت الثاني أضيق، والبارت الثالث أنه أضيقهم. في البارت الأول إيش بيكون في عندك؟ بيكون في عندك broad focus، يعني أنه أنت بتركز بشكل عام، تعطي تعريفات، تجذب انتباه أنه والله في صار مثلاً على سبيل المثال اهتمام بشكل كبير في الـ AI أو الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة. أو ممكن تيجي تحكي أنه والله الأفلام القصيرة بالمؤثرات الصوتية أو المؤثرات البصرية صار إلها انتشار كبير على الشبكات الاجتماعية في الفترة الأخيرة، أو مثلا تطبيقات الويب مثلا في بتقنية كذا أنه صارت منتشرة في الفترة الأخيرة أنه زي هيك. فبالتالي أنت بيكون في عندك broad focus، بتحاول أنه أنت تجذب انتباه وبتدي تعريفات، شو يعني AI، شو يعني chat bot، شو يعني هذه التقنية، شو يعني أفلام زي هيك. تمام؟ بعديها بتروح في البارت الثاني انه انت بتحط سياق الاعمال ذات العلاقه، بتحط العمل تبعك في سياق الاعمال ذات العلاقه. يعني على سبيل المثال تيجي بتحكي انه ابلكيشن A في الفيتشر 1 و2، ابلكيشن B هذا الكلام هيو في الجزئيه الثانيه، هذا الكلام هيو هنا في هذا بي، عفوا في عندك F1. تمام؟ لانه هي مهمه ومطلوبه، وفي F3. فالتطبيق A مختلف عن التطبيق B. فتيجي بتحكي ايش هي المشكله؟ المشكله انه والله في يعني انه في فيتشر يفترض انه هي تكون موجوده. تمام؟ الفيتشر هذه لا موجوده لا في تطبيق A ولا في تطبيق B، فبالتالي راح يكون المشروع تبعي انه انا ايش بدي اسوي؟ انه بدي اعمل تطبيق ايش في الفيتشر 1 لانه مهمه جدا. تمام؟ و2 F2 و F3، تجمع كل الفيتشرز. هذا خيار. في عندك خيار ثاني انه انت تقول والله التطبيق تبعي
انه الابلكيشن تبعك ايش بدك تسوي فيه. بدك تعمل اف واحد لانه اساسيه ومهمه، وبدك تعمل اف اربعة شغله جديده، فيتشر جديده مش موجوده لا تطبيق A ولا B. فبالتالي هنا اربعة مش موجوده لا هنا ولا هنا. فبتصير انه انت المشكله بتحكيها، والله المشكله في التطبيقات الموجوده انه في تطبيق كذا وتطبيق كذا فيش فيهم هذا الفيتشر، فيش فيهم خدمه كذا. فانا الحل او المشروع تبعي هو حيكون عباره عن طرح، يعني انه انا بدي اعمل تطبيق وفي الفيتشر هذه الاضافيه، بالاضافه لفيتشر واحد لانه اساسيه لازم تكون موجوده في التطبيق. او ممكن يكون انه انت والله بدك تعمل تطبيق تجمع فيه كل الفيتشر اف واحد واف اثنين واف ثلاثة، لانه هدول الاثنين ضروريات انه يكونوا موجودات مع بعض، يعني بدك تقنع يعني بهاي الجزئية. فبالتالي الخلاصة انه سواء كان هذا او هذا، تطبيقك مختلف، مشروعك مختلف، خلي بالك انت مش مطلوب منك تخترع شغلة جديدة في مشروع التخرج، مطلوب منك تعمل شغلة تطبيقية، بس في نفس الوقت بدك تعمل شغلة انه تكون مختلفة عن الموجود. ايش الفايدة؟ انه انت تعمل تكرار لشغلة موجودة، لا انت عامل وعامل، بدك تكون انه انت تركز انه المشروع تبعك مختلف. نفس الاشي، نفس الاشي هذا بنطبق على تطبيقات الويب، ونفس الاشي بنطبق على مشاريع تبعت الوسائط. لو انت بدك تعمل مثلا لعبة، انه انت في عندك اللعبة A واللعبة B، هذه فيها كذا هذه فيها كذا، في فيتشر جديدة مش موجودة انا بدي احاول انه انا اعملها، تمام. بالمناسبة للناس اللي بدهم يشتغلوا على الالعاب، طبعا البروبلم اللي هم بحالوا انهم يعني يشتغلوها لازم يكون في عندهم يعني اسلوب معين يحكوا فيه البروبلم، لانه ممكن حدا يجي يحكي لك انه انت جاي تعمل جيم، الجيم عديمة الفائدة، انت ايش بدنا نستفيد من الجيم هذه. فانت ممكن تحكي انه والله اللعبه اللي انا بدي اعملها لعبه تعليميه مثلا على سبيل المثال، او لعبه بتنشط الذاكره، فبده يكون في عندك فنيات انه انت تبرز ايش الاهميه تبعتها. فحيكون انه الالعاب المشابهه انه في لعبه فيها السيناريو هذا، وفي لعبه فيها سيناريو مختلف، لا السيناريو هذا مشوق ومش موجود في اللعب اللي موجوده هذه، فبالتالي انه هاي المشروع تبعنا زي هيك. او انه مثلا انه انت بدك تعمل فيلم، انه انت في عندك الفيلم A في كذا وكذا وكذا، فيلم B في كذا وكذا وكذا، ما فيش قبل افلام انه مثلا بتظهر المشكله من ناحيه مختلفه او من زاويه او من وجهه نظر مختلفه، او مثلا انه الافلام اللي موجوده مثلا انه هي طويله، فبالتالي انه ما فيش افلام قصيره في هذا المجال، انا بدي اعمل فيلم قصير. او مثلا الافلام اللي موجوده انه انت بده يكون في عندك فعلا انه انت تحكي انه قد تكون انه هي ممله، فبالتالي انا بدي اضيف مؤثرات بصريه بحيث انه هي تجذب المشاهد واخليها قصيره عشان احطها على السوشيال نتورك. لازم يكون في اقناع بالكيفيه هذه، تمام. بعديها الجزئيه الاخيره زي ما اتفقنا انه انت بتقول والله انا بدي احل المشكله في التطبيق تبعي اللي بده يكون فيه مثلا في فيتشر واحد وفيتشر جديده اللي هي المفقوده، تمام. فيعني انه انا بدي احاول ان اعملها في المشروع تبعي. فهي الاجزاء الثلاثه. فبالتالي هنا جذب الانتباه وتعريفات، هنا بدك تحط الشغل تبعك او المشروع تبعك في سياق الاعمال ذات العلاقه وتحكي كيف الشغل تبعك مختلف، تمام. هنا بدك تحكي انه المشروع، انه انت بدك تحكي المشروع تبعك انه هو يحل المشكله هذه او يقدم الفيتشر هذا، تمام. بدك تروح على الحمام يا استاذ. ناخذ مثال. لاحظ هنا في المثال انه انا بحكي الجمله هذه: Computers are used nowadays everywhere in our life. كمبيوترات مستخدمه في الحياه تبعتنا في كل مكان. تروح على المستشفى تلاقي كمبيوتر، انه انت الملف الصحي انت عندك يعني انه مسجل على كمبيوتر. بتروح على مطعم بدك تعمل اوردر برضه من خلال نظام محاصر. تروح على الجامعه بدك تسجل برضه من خلال نظام محاصر، بتشوف علاماتك وبتسجل، تشوف الجدول تبعك وكل هاي الامور، تمام. بتروح على شركه معينه فبتلاقي انه هي بتسير اعمالها الاداريه من خلال نظام محوصه.
فبالتالي هاي معنات هذا الكلام. فبالتالي انه هذه جمله تجذب الانتباه، جمله تجذب الانتباه. فهنا بحكي لك انه بديت انه وين انه تكون مستخدمه، يعني they are used in many applications such as business في الشركات، medicine في المستشفيات، education في المدارس والجامعات، بالاضافه ل other domains. هذه الجمله من البارت الاول، فانا جذبت انتباه انه تطبيقات او الحاسوب موجود عندنا في كل مكان. تمام؟ يعني مثلا انت بدك تعمل تطبيق على الموبايل على الاندرويد، تيجي بتحكي كيف بدك تجذب الانتباه، تيجي تقول انه في سنة 2019 بلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية، تمام، 4 مليار مثلا مستخدم نشط. طبعا بدك تذكر احصائية في الاشي هذا، فهذه شغلة بتجذب الانتباه. لو مثلا انت بدك تعمل فيلم عن مضار التدخين، تمام، عندك فكرة قديش عدد المدخنين، قديش عدد سكان الأرض؟ 7 مليار. قديش منهم بيدخنوا؟ 5 مليار، نصهم. بدك تحكي إحصائية عشان إنه أنت تعرف إنه قديش، إنه أنت الفيديو هذا موجه لشريحة كبيرة، أنت بتعالج مشكلة متفاقمة عنا، إنه مشكلة التدخين يعني هذا يعني مرض يعني تمام. فبالتالي يعني بدك تذكر احصائيات، بدك تذكر ارقام، يعني انه زي هيك تحاول انه انت تجذب الانتباه. تمام، بعديها بديت احكي، ضيقت شويه بس برضه في البارت الاول، يعني انت هنا لما حكينا انه انت بتبدا واسع بتضيق شويه زي هيك، فهذا هي التضييق هنا. احنا لسه في البارت الاول، بس ايش ضيقت؟ حكيت انه البي دي اف دوكيومنتس are widely used as a standard electronic format. هنا اعطيت يعني عرفت انه شو هي البي دي اف دوكيومنت، تعريف انه البي دي اف دوكيومنت هو عباره عن ستاندرد فورمات للبي دي اف للدوكيومنتس. لانه انت المشكله انه انت بدل ما انت ترسل مثلا ملفات دوكيومنت او ملفات وورد ويضيع التنسيق، لا، بدنا صيغه الكترونيه ستاندرد، بحيث انه انا لما ارسل لك دوكيمنت معين سواء كان كتب او اي ملفات معينه انه يضلوا يحتفظ بالفورمات تبعه. فالبي دي اف هو الحل. تمام، وهنا ذكرت السبب، بيكوز ات بريزيرف ذا فورماتنج. فهنا عرفت. بعديها بديت احكي عن التطبيقات اللي يعني معنية بالبي دي اف، اللي هو البي دي اف يوتيليتي. البي دي اف يوتيليتي ار هاندي تولز ذات هيلب اند يوزرز تو بروسيس ذير دوكيومنتس. بالاضافه لذلك انه هي مستخدمه بشكل كبير. هنا برضو عرفت البي دي اف يوتيليتي. ايش يعني بي دي اف يوتيليتي؟ هيو ذاكر هنا انه ذير ار، هيو بديت انا في البارت الثاني ضيقت شويه، ذير ار ماني بي دي اف يوتيليتيز افيلبل ان ذا اب ستور. زي ايش؟ زي انت عندك تطبيق بيعمل كونفرت للدوكيومنت للبي دي اف فورمات، او تول ثانيه شو بتعمل؟ تعمل كومباين للبي دي اف دوكيومنت. يعني حكيت انه انا اجيت اطلعت على البي دي اف يوتيليتي، ايش اللي موجود احنا عندنا من التطبيقات الموجوده في المتجر، يا اما بتحول ملفات بفورمات متعدده للبي دي اف، سواء كان وورد او اكسل او باوربوينت مثلا، او جي بي جي، او حتى صور بتحوله لبي دي اف، او انه تطبيق من نوع ثاني انه بيعمل لي كومباين للبي دي اف دوكيومنتس، انه انا عندي عده ملفات بي دي اف بدمج لي اياهم في ملف واحد. تمام، وبديت اعطي امثله على هذه التطبيقات. يعني ده ابلكيشن اكس اكس، احد التطبيقات بروفايد فانكشناليتي تو كونفرت بي دي اف، تو كونفرت فايل فروم فورماتس دوك بي بي تي اكس ال اس جي بي جي للبي دي اف فورمات. لاحظ انه انا لسه في البارت الثاني بحكي عن سياق الاعمال المشابهه. هذا كلام برضه، هذا خلي بالك انتروداكشن، وهذا كلام حتحكيه بتفصيل اكثر وين في ريليتد ورك، بس انا بشرح لك جزئيه الانتروداكشن لازم يكون فيها سياق الاعمال المشابهه، انه انت تحكي انه ايش المشكله، عشان تبرز المشكله بدك تحكي انه في تطبيق كذا، في تطبيق كذا، بس المشكله كذا.
تمام. شوف هنا the application UI provide functionality to combine PDF document. however أول ما تلاقي however شو بيعني؟ في مشكلة، مش حل مشكلة، في مشكلة. يبقى however دائما اللي وراها بيجي عبارة عن مشكلة، تمام؟ these tools these أنا بقصد على ال XX وال YY، تمام؟ هدول التولز مالهم does not provide functionality to manipulate the order of pages of a given PDF document. أنا فعليا دورت ما لقيتش ولا تطبيق بخليني ألعب في ترتيب صفحات البي دي اف، تغلبت. هذه مشكلة، تمام؟ فبالتالي بنتقل للبارت الثالث. هاي the aim of this project is to develop a desktop application that provides a functionality to manipulate the order. فبالتالي الحل هو عبارة عن عمل تطبيق بيوفر هذه الخدمة أو بيوفر هذه الميزة، تمام؟ لاحظ أنه أنا كيف انتقلت من البارتس 1 2 3 بهذا السياق. طبعا هذا الكلام بشكل مختصر جدا، تمام؟ لسه أنت بدك تتوسع فيه بشكل أكثر، تحكي عن تعريفات، يعني أنه يعني تفرد مساحة أنت عندك للإنتراكشن بشكل أوسع. هذا بس مجرد مثال توضيحي، تمام؟ واضح يا شباب؟ في أي سؤال بالنسبة للمقدمة؟ في أي سؤال بالنسبة للشرح هذا؟ طيب نشوف مثال تاني. هاي another example. المثال هذا جاي من الكيمياء، من دومين الكيمياء، والمثال هذا مقصود انه يكون زي هيك، وهو يدرس في الجامعات كلها برضو بنفس الكيفية. ليش؟ ايش الغرض من الموضوع؟ لانه انت لو فهمت هذه المقدمة معنى ذلك انه المقدمة مكتوبة بشكل جيد، وهذا الاشي انت ممكن تسويه انت عندك في البروبوزل تبع مشروع التخرج تبعك. ممكن تدي المقدمة لأخوك أو أختك اللي بدرس تخصص مختلف وتعطيه يقرأ المقدمة. لو فهم إيش المشروع تبعك، يعني شو فهم الفكرة العامة، يبقى المقدمة مكتوبة بشكل جيد. لو ما فهمش معنى ذلك إنه لا، المشكلة في المقدمة. واضح؟ ما وصلتش الفكرة أنت، الكتابة تبعتك ما وصلتش الفكرة، فبالتالي ويكون التسلسل بالطريقة اللي احنا وضحناها، تمام؟ طيب نشوف هل انت حتقدر تفهم هذا الكلام ولا لا. اقرأ معايا، ايش العنوان؟ The synthesis of flexible polymer blend from polyactide and rubber. هذا عبارة عن العنوان. ايش بتفهم من العنوان؟ synthesis معناها تصنيع أو توليف أو تصنيع شغلة from شغلة تانية. إيش هما هذول الشغلات؟ بيهمنيش، أنا بدي أفهم الفكرة العامة. لاحظ هنا هاي الانترودكشن. بولياكتايد هذا عبارة عن مادة كيميائية. شو هي؟ ما بيهمنيش هرقيت إيش هي، فايش بس رمز لها هنا اختصارا ايش؟ PLA has received much attention in the recent year. جذب انتباه. بقول الماده هذه ال PLA صار في تركيز في السنوات الاخيره بشكل كبير عليها. زي ما انت بتجذب الانتباه تيجي تقول زاد عدد المستخدمين من 2018 ل 2019 مستخدمي الهواتف الذكيه، زاد بنسبه كذا، انت جذبت انتباه، تمام؟ ايش السبب؟ هاي هنا ذكر السبب. Do you its شغلة معينة properties يعني خاصية معينة. ما ايش هي؟ ما بهمناش ايش هي، تمام؟ هنا بدأ يعرف ايش هي هذه الخاصية. which offer important economic benefit. الخاصية هذه تعطيني فائدة تجارية كثيرة او كبيرة. زي مثلا انه انت بتقول انه الماده هذه صار في انتباه او تركيز عليها بشكل كبير. ليش؟ لانه الماده هذه بتتميز برخص ثمنها. يعني بينت انه انت ليش صار في اهتمام بشكل كبير عليها، يعني انت لفت الانتباه. والشغله الثانيه انه انت سحقيت. شو السبب؟
زي هيك تمام. هنا BLA is a polymer obtained from كذا كذا كذا. هذا عبارة عن إيش؟ تعريف. الله يفتح عليك. تعريف. فبالتالي إنه مش إحنا حكينا إنه الـ PLA فيه له خاصة يعني إنه جذب الانتباه وإنه السبب في ذلك إنه خاصية تجارية. طب شو هو الـ PLA أصلاً؟ فهنا هاي التعريف تبعه. فيش داعي إنه أنت تكمل للآخر. خلاص فهمت إنه هو تعريف. هو عبارة عن كذا 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 obtained كذا كذا كذا. تمام؟ It has برضو نفس الإشي. بديت أنت تحكي تفاصيل أكثر. It has many possible uses. أنت بتحكي على الـ BLA. إيش استخداماته؟ يستخدم في كذا في كذا في كذا. بديت تحكي تفاصيل أكثر عليه. تمام؟ However شو يعني؟ مشكلة. مشكلة في إيش؟ في الـ BLA نفسه. لا أنا لسه بحكي على الـ BLA. لما تحكي however حيكون مشكلة في اللي فات. تمام؟ لما حكينا هنا however معناها مشكلة في الـ BLA. إيش هي المشكلة؟ It has been found to be too weak under impact to be used commercially. شو معنى هذا الكلام؟ يعني المادة هذه المشكلة تبعتها إنه هي ضعيفة لما تكون تحت الضغط. هاي الهوفر. فبالتالي أنت في الهوفر إيش يعني أنت حكيت إنه المادة هذه شو تعريفها؟ إيش الخاصية تبعتها؟ إيش الميزات تبعتها؟ وحكيت إيش المشكلة تبعتها؟ حكيت بنفهم من هذا الكلام إنه اللي جاي حيكون عبارة عن ناس حاولت تحل الضعف هذا. تمام؟ هنا one way إنه هنا بدأ يحكي عن طرق معالجة هذا الضعف. بدأ يحكي هنا بشكل عام. هنا for example بني ATL. إيش بتفهم من هذا الكلام؟ هذا عبارة عن إيش؟ اسم شخص. هيو capitalized. ATL معناها وآخرون. أنت دائما لما يكون في عندك مثلا بحث أو مقال مكتوب من عدة مؤلفين الجرت العادة إنه أنت تذكر الاسم الأخير للمؤلف الأول وتقول وآخره اختصاراً. يعني فيش داعي إنه أنت تيجي تذكر إنه فلان وفلان وفلان عددهم أربعة فلان وفلان وفلان عملوا كذا. تيجي بتحكي الاسم الأول فلان وآخرين عملوا كذا أو يكون اسم شركة أو مؤسسة. قد يكون. تمام؟ إيش عملوا؟ Show it that BLA composite could be prepared. إنه الـ BLA ممكن تحضيره بطريقة معينة. تمام؟ وبعديها هنا هيلر هذا عبارة عن شخص ثاني. إيش عمل؟ Established ده كذا كذا كذا. يبقى أنا حكيت إنه شخصين حاولوا إنه يعني إنه يشتغلوا على طريقة تحضير هذا المركب الكيميائي الـ PLA بحيث إنه يعالجوا مشكلة الضعف. هجيت however هذا إيش بتفهم منها؟ مشكلة في إيش؟ في الطريقتين اللي إحنا حكيناهم اللي هو عملوها هذول الشخصين. تمام؟ however إيش المشكلة؟ على الرغم although the effect of كذا 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 كذا. تمام؟ هيو حكى المشكلة. بعديها the present paper presents a set of criteria for selection such component. بدأ يحكي في المشروع تبعه إنه هو يعني الشغل تبعه إيش راح يسوي؟ راح يعمل أو يقترح طريقة بتعالج أو يعني إنه مختلفة عن الطريقتين هذول تبعت هذا وتبعت هذا الشخص. تبعت هذا الشخص وهذا الشخص في تحضير الـ PLA. هو بيعتقد إنه فيه لها ميزات كذا كذا كذا. هيو حكيها. يبقى هنا a little attention has been paid to selection appropriate rubber component. بقول لك هدول التنين إيش المشكلة تبعتهم؟ ركزوا على كذا وما ركزوش على طريقة تحديد الكومبوننتس اللي بده يتم استخدامها في تحضير هذه المادة. تمام؟ فبالتالي أنا بدي أركز على هاي الشغلة على هاي الجزئية اللي هما مركزوش عليها.
في طريقة التحضير. يبقى هو برضو عمل وصفة جديدة للتحضير بس مختلفة عن الوصفتين السابقتين، إنه فيها جزئية إضافية عن طريقة اختيار مكونات معينة. تمام؟ بس هاي هي كل الجزئية. فالآن يعني أنت مش متخصص في الكيمياء بس فهمت هو إيش عمل، صح؟ هو بده يشتغل على إيش؟ إيش اللي بده يسويه؟ بده يعمل طريقة تحضير جديدة، مش مركب جديد. لقيت المركب هذا فيه أكثر من واحد اشتغل عليه في طريقة تحضيره، مش هو أول واحد اشتغل عليه، بس هو إيش بده يعمل؟ طريقة جديدة لتحضيره. وانت نفس الفكرة، انت عندك في المشروع زي ما حكينا انه انت في تطبيقات او في اعمال مشابهة، انت بدك تعمل تطبيق يكون مختلف شوي بس تبرز ايش الاختلاف تبعه، كيف؟ او تطور عليه. بالضبط، تمام. طبعا هذا نفس الكلام بس هنا مقسم لفقرات. هاي فقرة رقم واحد، هاي الجملة الاولى، هاي الجملة الثانية، هاي الجملة الثالثة، كل واحدة ملونة بلون لغاية الجملة العاشرة. تمام؟ وهنا في السلايد اللي وراها في هاي الجمل هذه من واحد لعشرة، انه كل واحدة ايش بتعمل بالضبط، او ايش هي عبارة عن ايش. وهذه نفس الاشي بس هنا انه محطوطة على شكل مربعات، يعني انفو بوكس، انه هاي الجملة تعمل كذا، هاي الجملة تمام تعمل كذا، زي هيك بهذا الشكل. فأنت ممكن تطلع عليه عندك في البيت، بالإضافة للمثال اللي احنا شفناه سابقاً عن PDF Shuffler، شفنا كيف الانترودكشن تبعنا. فهذول الشغلتين أنت ممكن تسترشد فيهم في كتابة الانترودكشن برضو بالتشاور مع المشرف تبعك. تمام؟ واضح يا شباب؟ طيب، في أسئلة متكررة بخصوص الانترودكشن أنا دايماً بتجيني، إنه أنا قديش صفحة المفروض أن أكتب في الانترودكشن؟ صفحة؟ صفحتين؟ هذا الكلام بيعتمد على يعني أنه أنت بيفترض أنه أنت تكتب في الانترودكشن لغاية لما يعني تصل لقناعة أنه أنت يعني بالضبط أنه أنت كفيت ووفيت في تقديم هذا المشروع، من ناحية تعريفات، من ناحية تغطية الأعمال ذات العلاقة، من ناحية وصف المشروع تبعك أنت إيش بدك تسوي. تمام؟ فبالتالي هنا ما فيش إجابة محددة. تمام؟ هذا الكلام بيعتمد على المشروع تبعك. يعني ممكن مشروع تلاقي إنه الانترودكشن تبعته ثلاث صفحات، مشروع تاني الانترودكشن تبعته صفحتين، مشروع ثالث الانترودكشن تبعته خمس صفحات، بيعتمد. تمام؟ طيب، المحاضرة الجاية إن شاء الله حنبدأ نحكي على جزئية مهمة اللي هي الـ statement of the problem، اللي هي حتكون يعني جزئية تابعة للإنترودكشن، إنه أنت تحكي إيش هي المشكلة تبعتك، إنه أنت كيف بدك تحكيها بشكل محدد. تمام؟ هكذا في نقطة مهمة إنه تشكيل المجموعات، يعني لسه لغاية الآن ما فيش يعني نسبة قليلة من كل المجموعات اللي هي شكلت مجموعة، فلغاية الآن اللي ما شكلش مجموعة، تمام؟ معك لغاية يوم الأربعاء، إذا أنت ما شكلتش مجموعة خلاص أنت بتتحمل مسؤوليتك، لأنه فعليا المجموعة هذه بيترتب عليها أنه هي حتكون هي نفسها يعني حتكون معك في الفصل الثاني. فبالتالي إذا أنت ما شكلتهاش يعني أنت ضيعت على حالك في الفصل الثاني، أنه أنت تكون أمورك مرتبة ومن ضمن مجموعة وعندك مشرف، حتتغلب كتير في الفصل الثاني. فمعك لغاية يوم الأربعاء، تمام؟ حاحط لك إعلان على صفحة الكلية على الفيسبوك، أحط لك الرابط، وإنه أنت لازم تشكل المجموعة، تبعت لي معلوماتها على هذا النموذج اللي هو عبارة عن جوجل فورم. تمام؟ في أي سؤال؟ يعطيكم العافية.